كلنا بمراحل الطفولة كان عنا أحلام متعلقة بالعلم والإبداع والابتكار، بدءاً من تفكيك الألعاب وتركيبها، مروراً بالفيديوهات العلمية اللي عم نشوفها كل يوم عبر الإنترنت، انتهاءً بإيجاد حلول إبداعية لمشاكل المنزل. لكن مين منا ما اصطدم بواقع النظام التعليمي، سواء في مراحل التعليم الأساسي أو في المرحلة الجامعية، من تركيز على الحفظ، تركيز على الامتحانات، وجعل الفهم والإبداع في آخر سلم الأولويات. وبأحسن الأحوال مين منا ما اصطدم بالواقع اللي عم تمر فيه بلداننا وبأحوالنا، وخاصة هون في المغترب. رسالتنا واضحة، العلم ممتع، العلم مرتبط بالواقع وهو أساس الواقع، العلم وسيلة إعمار وتطوير، والفجوة اللي صنعها الواقع التعليمي وصنعتها الظروف بدنا نسكرها سوا. رح نوصل هاي الرسالة عن طريق سيمينار علمي بعنوان العلم متعة ووسيلة إعمار. رح يضم السيمينار مجموعة تجارب علمية وتداخلت الاختصاصات، رياضيات، كيمياء، فيزياء، علوم هندسية وحتى طبية، بطريقة تفاعلية حماسية ويتخللها الكثير من المرح والمتعة. لكل طالب شعر ولو مر بحياته بحماس تجاه العلم أو أحد أقسامه واصطدم بواقع النظام التعليمي أو بالظروف، نحن بانتظارك.